مراتي سابتني ونزلت الشغل، اتخضيت. اه نزلت الشغل وسابتني اغسل المواعين، فبقيت انا ست البيت دلوقتي. ماشي. انت مراتك بتشتغل يا فاجر يا منافق؟ لا بجد غيرت فكرتي عنك خالص الصراحة. يعني انا كنت بحترمك، ولما عرفت ان انت بتسمح لمراتك تشتغل وتنزل من البيت. مالك في ايه؟ ايه يا قوت، في ايه؟ وماذا تفعل وانت هنا؟ نعم، الشاب ده من احد الفلوجرز اللي بطل يعمل فلوج، مش كده؟ طب وهترجع تاني ولا ايه؟ ان شاء الله، بس يعني مش هتبقى بلوج باذن الله، هتبقى يعني حاجه شبيهه بالبرنامج كده، حلقه مثلا كل اسبوع 10 ايام حلو كده. ماشي. كنت عايز اشوفك من زمان والله. والله وانا كله كويس زي الفل. الشباب دي كلها بتعمل فلوجز، وهحط اللينكات بتاعتهم في الديسكريبشن ما عدا الشاب ده. انا رايح اجيب اصلا العينات دلوقتي، عينات التصوير يعني ان شاء الله. البينك ده بتاع البنات؟ لا، البينك بتاع الولاد عادي. كنت عايز صايع جدا صح؟ انا والله يا ابني رهيب. انت عارف ان التاني ده بينور في الضلمه الابيض؟ لا معرفش. ما اعرفش اسيب العربيه فيها اي حاجه خلاص. الشباب دي عارفيني تقريبا. روح فودافون اجيب الشريحه 4G. عاجبني اعلان الاتصالات اللي يقول لك ايه، الشركه الوحيده اللي مش لازم تجيب لها شريحه عشان تشغل 4G. بس بكره اتصالات برضه. عاش دوالي ببلاش، انا كنت فاكر ان هي بفلوس. شريحتي اصلا كانت بايظه خالص من اخر مره ادوني فيها الموبايل الهواوي، كنت قصتها بالمقص. لو الكارت باظ عشان كده جابت مقصين. بسم الله الحمد لله. بسم الله. نايس. LTE. الفتنة معناها اختبار وامتحان، بحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، يعني لا يمتحنون لا يختبرون، بحيث يتضح حقيقة ادعائهم للايمان والتقوى. فدي فتنة قطعا، الشهرة والاضواء وكثرة تحدد عدد الناس حواليك قطعا فتنة، وبيختبر مدى صدقك ومدى يقينك ومدى يعني إخلاصك لله سبحانه وتعالى. ان شاء الله المكان بقى جامد جدا. اللي كان بيتكلم ده الشيخ احمد الباز كذا مرة قبل كده، يعني انا بطلع التسجيلات بتاعته على الواتساب في الفلوج، حسوا كده ان هو صوت الضمير كده، اللي هو ايه، لو حد شاف ستار وورز، هو طبعا معظمكم شافوش يعني، بس هو كان دايما بيطلع المعلم بتاعه صوته كده بيطلع في ودنه كده، اوبي وان كينوبي. عشان الكهرباء ليه؟ لا عشان الازاز بس بيدخل. What's the size? Large? انت جايب مقاس من كل واحد صح؟ لا المقاس من كل واحد من عيال. افتح ايه؟ اكيد فاكيد هتلاقي الاسود جنبها. حلو اللون ده. جايب لي صفحة جامدة جدا ما شاء الله. ماشي. نايس جدا ما شاء الله. تمام، حتتين لحد دلوقتي، انا طلعت اربع حتت توتال، منهم حتتين. الابره اللي على الجيب من فوق مفلته. فيري نايس. واتس اب فاكسان، شير لك الفيديو يا عم. يا عم هيجي لك بتاع 4 لايكس كده ولا حاجه. شير لك الفيديو. الحمد لله. اني فيديو؟
بتاع الفلوج الاخير. اه لا حلو. واتساب اهي ده بعد استراتيجيتنج حتى التايبو كله خلصت. انا كده المهمه الحمد لله جبت الحاجه. مش كل البضاعه موجوده، مش هتبقى متوفره لسه يعني، ان شاء الله اول ما تتوفر هقول لكم. جامد جدا بتاع اللي انا لابسه ده الحمد لله، من احسن الحاجات اللي عملناها حتى الان، لونه عجبني. المهم هروح دلوقتي اقابل شاب جامد تبع الحوار اللي انا عامله ده، بتاع ان انا هقابل كل شويه كده واحد ان شاء الله. الشاب ده فادني كتير من غير ما ياخد باله، من غير ما يعرف. كان عامل فيلم كده اسمه نوتيفيكيشن، كنت عامل له شير، فاكرينه؟ السلام عليكم. معلش يا حبيبي، انا الشيخ. انا تحت البيت. ده منزلنا كنا، انت هتطلع؟ لا لا تعالى. واتساب شيخ. ازيك يا شيخ حازم؟ عامل ايه؟ عامل ايه شيخ؟ ايه اخبارك؟ بس في نفس الوقت يعني حكيت لك عن سبيل، انا جالك عباره عن ايه وايه؟ كونتنت كريشن على اليوتيوب. عايز اتحط في وسط بني ادمين، عايز اشرح صوره. تمام، بتشرب الصنعة. ايه نوعية الكونتنت اللي انت عايز تعمله؟ لا كل حاجة. لا 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 قول لي. ماشي كل حاجة اللي هي ايه؟ شغل افلام قصيرة، شغل افلام طويلة. الفيلم بتاعي الفيجن بتاعتك ان انت عايز يبقى عندك ميديا برودكشن كومباني مؤثرة، ولا اكتر حاجة مؤثرة؟ اكتر حاجة مؤثرة. طب اكتر حاجة مؤثرة دي مش فارقة؟ مش فارقة يعني التارجت ده ملوش لازمة. انا دلوقتي في وقت ان انت محتاج توصل اصلا لمعادلة ان انت تعرف تعمل ميديا حلوة وخلاص، ميديا محققة الوزن بتاعت ان هي مش مخالفة، في نفس الوقت بتطلع فاليو، والفاليو دي مهضومة وحلوة وانترتيننج. مش لازم خالص تبقى اول فلوجر، مش لازم تبقى فاهم احسن مش عارف، مش لازم خالص. بس التارجت بتاع اغنى واحد في العالم، احسن مش عارف ايه بتاع ده، اوفر ريتد. تجهدش نفسك في الحوار ده اولا، لان مفيش منافسين، او المنافسين اصلا يعني المحتوى بتاعهم اساسا مخزي. مش لازم اقعد ادخل حوارات تانية فيها، هي لو انت وصلت لدي اتعلمت على الحياه اصلا، لان مفيش حد بيعرف يعملها. انا عايز اعمل اعلان للشاب ده، راجل من العظماء. الراجل ده ان شاء الله هيبقى حاجه كويسه مستقبلا، وانتظروه. هو مش هينافسني في فلوج ولا حاجه، هو هيعمل حاجه ان شاء الله على اليوتيوب اقوى ان شاء الله من الراجل. يا عم انا ما جيت عليك، انا جيت عليك في حاجه؟ لا لا ما جيتش عليك. بس فان شاء الله تابعوه. انت عندك يوتيوب شانل صح؟ اه تمام خلاص، هحط اللينك بتاع اليوتيوب شانل بتاعته في الديسكريبشن. جزاك الله خير. بسم الله. الشاب ده كان لو تفتكروا يعني اللي متابع، كنت قلت ان في واحد كان قال لي ان انا وانا في بداية الفلوج وانا متراب ان انا ازاي هصور كل يوم ومش عارف ايه، فهو جه قال لي ايه، صور كتير جدا في اليوم وهتيجي في اخر اليوم عندك محتوى كتير وهتستخسر انك تمنتج. فهو من ضمن اسباب ان انا استمر في الفلوج، وانا متاكد ان هو ما يعرفش، بس هو هيعرف دلوقتي يعني ان شاء الله. ما تستخسرش معلومه في حد، لان دي ممكن تتسبب في ان هو يعمل، حتى لو انت فاكر ان انت عندكش القوه دي انك تغير ولا تاثر في حياته. يعني النهارده كنت هتكلم على حقوق المرأة، بس اليوم اتسحب مني خالص. ان شاء الله في فلوج قادم. ومن هذا المنطلق عايز ادي نصيحة سريعة جدا، بس ان هو الشاب ده مثلا عنده حاجة عايز يعملها، بس مشغول جدا في تفاصيل ازاي تعمل بيزنس، والشركة المفروض يبقى عاملين ازاي، المفروض الترمينولوجي دي معناها ايه، والتكنيكاليتي. يعني قاعد ساحل نفسه بتفاصيل ملهاش اي لازمة، وهو ممكن يركز في المنتج نفسه. الحوارات دي بتفرض نفسها بعدين، اللي هو تفصيلة ان الشركة لازم يبقى اسمها كذا، وتبقى تتسجل بالطريقة الفلانية، والضرايب مش عارف ايه. كل الحوارات دي بتيجي عادي من نفسها غصب عنك اصلا، فما تشغلش بالك بالحوار ده، ركز في المنتج وابذل فيه مجهود كبير جدا، لان هو ده اللي في الاخر اللي هيهم. لان هو لو المنتج ضعيف وانت عندك شركة حلوة قوي ومش عارف ايه، الشركة مش هتقوم اصلا. الشركة متأسسة حلو وورقها محترم ومش عارف ايه، بس في الاخر فين المنتج؟ لكن لو عندك منتج قوي جدا بس شركة فكسانة ومش متسجلة وضايعة ومش عارف ايه، قشطة يا عم، ايه اسوأ الظروف؟ هتروح يا عم تشوف واحد بيفهم في الحوارات دي وتعملها وخلاص يعني. تمام،
product. Focus on the product. كمان خليك يعني يشحن وشحن وش يشحن دي افتح ايه في البان نور يس الله استبرق ويس كده الموضوع على بعدين جامد جدا ما شاء الله.